السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع جميل فيه كذا ميزة، فيه ان انت تكتب تكست ويحولها لك لصوت الناس تحس انها صوت بني ادم، وفيه ان انت تديله باوربوينت تحولها لفيديو او مارك داون ويحولك لفيديو، وتقدر تربط البرنامج بتاعك من خلال الاي بي اي. طيب خلينا ناخد مثلا جملة كده وهنجرب فكرة ان احنا نديله تكست ويحولها لصوت. هقول له طبعا ماي اكونت، فزي ما انت شايف في كرييت ا نيو اوديو فايل فروم ا سكريبت. ممكن تعمل فيديو من خلال البرزنتيشن او من خلال المارك داون. طيب خلينا نيجي هنا واختار بقى اللانجوج. تمام، وطبعا هنشوف اذا كان في عربي ولا لا. اتوقع يكون في عربي، او في عربي. طيب ماشي، نجرب الانجليزي. تمام، هقول له create audio. هو دلوقتي بقى بيبدأ يكون ملف الصوت، وهنسمع الصوت كويس ولا لا. ما خدش ثواني. Easily create voiceovers using realistic text to speech. Stop wasting time on recording your voice. طيب خليني اقول له new video واقول له عايز بالعربي، وهختار بقى الصوت اللي انا عايزه. تمام، في ناس كتيرة هي موجودة، وهنقول له كرييت اوديو ونسمع الصوت هيكون كويس ولا لو صوت فيه مشكلة تبدأ ان انت تشوف التشكيل في موقع اسمه شكل لي او صحح لي، يقدر يعمل لك او مش قادر. طيب طيب المرة دي قبل. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وحسن الخاتمة، اللهم إني أستودعك فلسطين وسائر بلاد المسلمين، فاجعل لهم النصر والعزة والغلبها، طاب صباحكم بذكر الله وشكره. جميل، ممكن بعد كده نخش في الخصائص، ممكن تعملها داونلود، ممكن تبطأ شوية، لو بطأتها هتلاقي صوت أفضل. طيب ده بالنسبة للصوت الأداء بتاعه كويس. طيب هنا بيقول لي هعمل لك الفيديو من خلال البرزنتيشن. تمام، طيب خلينا نرفع ملف ونشوف هل هيوافق عليه ولا هيكون في مشاكل. اخترت الملف، بيترفع اهوت، بيبدأ ان هو يعمل لودنج للاسيتس، الصور والكلام، وهيسجل وبعد كده يعمل لنا المشاهد وبعد كده يعمل لنا الفيديو. فليه فعلا عمل لنا الفيديو. للأمانة الباوربوينت ده مش تبعي، لكن أنا لقيته عندي ولقيت حجم صغير وبيتكلم عن موضوع مهم، فقلنا إن احنا نعمله. فتقدر تدوله أي باوربوينت وهو يبدأ إن هو عامل لك بشكل فيديو جميل. وكان في بعض الإعدادات ممكن أنت تغير فيها، امبروف فيديو، تقدر تحدث، تقدر تعمل الايديت للسيتنج، تقدر تعمل فويس اوفر بحيث ان هو يقرا الكلام ويبقى فيه صوت بدل ما هو كله موسيقى، لا يبقى فيه صوت. تمام. This is a quick introductory lesson on how to add voice to videos using Narrakeet. Do allow. ف يعني موقع جميل، ان شاء الله يعجبكم باذن الله.